هذه التحركات بالنسبة للعملات الأجنبية. معنا محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك سركيس. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. إذا يعني هناك تباين من المستثمرين أو حتى تعامل المستثمرين مع الدولار، عندما نتحدث عن إيجابية كانت أو تأثر إيجابي بالنسبة للدولار وعودة للانخفاض بعد توقعات إلى حد ما من أنه الفيدرالي سيعيد النظر بفكرة ارتفاع الفائدة، كيف ترى الأسواق حركة الدولار اليوم؟ بالفعل الأسواق المالية تنتظر أسبوع مليء بالمستجدات الاقتصادية، بل وأيضا سينتظرون أي مستجدات سياسية متعلقة بالتوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. الأسبوع الماضي شهد الدولار الأمريكي ارتفاع على مدى الأسبوع، فارتفع بحوالي 14 النقطة المئوية قبل أن يعود للانخفاض يوم الجمعة الماضي، وارتفع اليورو والجنيه الاسترليني أيضا وعدة عملات أخرى مقابل الدولار وسط عمليات جني أرباح على الدولار الأمريكي، لأننا هذا الأسبوع ننتظر العديد من البيانات الاقتصادية والتي ستبدأ بمؤشرات مديري المشتريات، ثم سننتقل إلى شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي الأربعاء والخميس، يتلوه أيضا بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل. هذه المجموعة المهمة من البيانات والمستجدات الاقتصادية ستراقبها الأسواق المالية، وبالفعل سوف يبدأون بتقييم مقدار رفع الفائدة الذي سيقوم فيه الفيدرالي الأمريكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. احتمالات رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس أصبحت أقل، وهذا ما دفع الدولار الأمريكي لبعض الانخفاض يوم الجمعة الماضي، لكن في نفس الوقت احتمال رفع الفائدة يبدو أنه مرتفع جداً، حيث من المتوقع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة احتمالية تقارب 76%. هذا يعني بأننا أمام رفع بالفائدة بالفعل، لكن ما يلزمنا الآن معرفته كم سيرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة. هل بالتأكيد سوف يرفعه ب 25 نقطة أساس، أم سوف يرفع الفائدة ب 50 نقطة أساس؟ ولعل هذا الأسبوع سيوضح لنا هذه الاحتمالات بطريقة أفضل، مما سيبقي على الأسواق في حالة من الترقب لأي مستجدات اقتصادية أمريكية. نعم سركيس، عندما نتحدث أيضا عن اليورو كان هناك ارتداد مباشر وحد بالنسبة لليورو بعد الأحداث الجيوسياسية، هل كان هناك تشبع إلى حد ما من هذا الانخفاض وعاد يعني يستوعب ويهضم يعني المتغيرات السلبية؟ كيف ترى حركة اليورو الآن بعد استقرار، إن كان من ناحية بعض القرارات الدولية وأيضا من ناحية المؤشرات وموضوع الطاقة والاقتصاد بشكل عام؟ بالفعل شهد اليورو ضغوط هابطة قوية الأسبوع الماضي قبل أن يعود للارتفاع يوم الجمعة. الآن بالنسبة لليورو كعملة موحدة، علمنا التاريخ بأنه أحد العملات التي تتأثر بشدة في أي تطورات سياسية في روسيا. عام 2014 علمنا بأن اليورو هو أحد أكبر المتأثرين في أي مشاكل اقتصادية وعقوبات تقع على روسيا، حيث أننا شهدنا في عام 2014 انخفاض اليورو بنسبة 20%، إذ أن هنالك ترابط واضح في التجارة الدولية لمنطقة اليورو مع روسيا وأوكرانيا كذلك. ومن هنا يتأثر اليورو بشكل كبير، لكن في نفس الوقت بعض الهدوء الذي حصل يوم الجمعة الماضي في التوترات الجيوسياسية ساهم في تحسين موقف اليورو. لكن مع المستجدات التي ننتظرها هذا الأسبوع قد نجد اليورو متأثر مرة أخرى ويشهد حالة من التذبذب، إن كانت انخفاض أو ارتفاع بحسب توجهات المستجدات التي ستطرأ على الساحة السياسية ما بين روسيا وأوكرانيا. نعم، ماذا عن الروبل الروسي سركيس بشكل سريع، يعني كيف ترى حركة الروبل أيضا الآن أو اليوم تحديدا؟ انخفاضات قياسية للروبل الروسي. عام 2014 كان هنالك عقوبات على روسيا وانخفض الروبل ب 97%، مما يوضح ما ينتظر الروبل الروسي في حال تواصل فرض العقوبات على روسيا، وخصوصا إذا تم عزل روسيا أو
بعض من الجهات المصرفية فيها عن نظام السويفت العالمي، هذا قد يكون له آثار سلبية جدا على الروبل الروسي. بذلك كل تطورات بخصوص العقوبات أو إقرار وتنفيذ العزل عن شبكة السويفت قد يكون له تأثير ضاغط وبشكل قوي على الروبل الروسي. نعم، سنتحدث بمزيد من التفاصيل عن موضوع يعني الروبل الروسي تحديدا والعقوبات، ولكن سأنتقل إلى آسيا. يعني عندما نتحدث عن اليوان الصيني والين الياباني، هل هناك أي تأثيرات تذكر أو حتى مؤشرات ينتظرها أو حتى حركة معينة مقابل الدولار اليوم؟ بالتأكيد هنالك علاقة مباشرة في الأحداث العالمية بالين الياباني واليوان الصيني. الين الياباني يتأثر بشدة في الثقة في الأسواق المالية، وبالنسبة لليوان الصيني يعتبر عملة لتصفية المراكز المالية عندما يرتفع التوتر. بالتالي عندما نشهد حالة من الثقة، حالة من الارتفاع في أسواق الأسهم كما شاهدنا يوم الجمعة الماضي، فنجد الين الياباني ينخفض ليرتفع الدولار مقابل الين الياباني. لكن عندما تسود حالة من التشاؤم، فنجد الين الياباني عندها يرتفع، لأن المتداولين يقومون بطلب الين الياباني لتغطية الأصول ذات المخاطر العالية. وبالتالي هذا الأسبوع سيبقى الين الياباني تحديدا على وجه الخصوص في محور اهتمام المتابعين للأسواق المالية، ليس فقط بسبب البيانات الاقتصادية الآسيوية أو الأمريكية، لكن أيضا لعلاقة الين الياباني الوثيقة في الثقة وفي أسواق الأسهم والعائد المرتفع. فإذا شهدنا ارتفاعات في أسواق الأسهم لأي سبب كان، فربما سينخفض الين الياباني. لكن على الأرجح إن زادت التوترات الجيوسياسية، شهدنا ضغوط مرة أخرى على أسواق الأسهم العالمية، فقد يرتفع عندها الين الياباني مقابل العديد من العملات، والتي قد يكون من ضمنها أيضا الدولار الأمريكي الذي هو بالأصل قوي بشكل عام مقابل سلة العملات في ظل هذه الظروف التي نعيشها حاليا، إن كان اقتصاديا أو سياسيا في شرق أوروبا. محلل أول أسواق مالية من إكويتي جروب ساركيس نزار، شكرا جزيلا لك.